بسم الله. تمارين حول درس خاصية طالس لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمارين رقم 12. ليكن ABCD مربعا بحيث AB يساوي 10. الشكل هو هذا أمامنا. نفترض في هذا السؤال أن المسافة AD تساوي المسافة BG تساوي 3، أو احسب المسافة BF. نضع في هذا السؤال الثاني AD تساوي BG يساوي A صغير، أو احسب المسافة BF بدالة A. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم انجز التمرين، سنلتقي بعد القليل. لحظات. يلا كالعادة اوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من انجاز التمرين، ولنا لقاء بعد قليل. يلا سأنتظرك. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ الجواب. يلا على بركة الله نشوف الشكل، هو هذا. هنا في المعلومات اللي عطاونا في التمرين عطاونا المسافة AB تساوي 10، ها هي نشير لها 10، والمسافة BG تساوي 3. متفقين؟ يلا الآن انظر معي إلى المثلث AEG. AEG لاحظ المستقيم BF والمستقيم AE، كيف تراهما؟ فعلا هما مستقيمان متوازيان. لماذا؟ لماذا AE يوازي BF؟ فعلا لأن الرباعي ABCD مربع، وبالتالي فإن المستقيم AD يوازي المستقيم BC. وما دامت النقطة E تنتمي إلى المستقيم AD و F تنتمي إلى المستقيم BC، فإن المستقيم AE يوازي المستقيم BF. إذن إذا اخترنا المثلث AEG كما ذكرت قبل قليل، عندنا النقطة B تنتمي إلى المستقيم AG و F تنتمي إلى المستقيم AG. إذن هنا توفرت الشروط الكافية لتطبيق خاصية طالس المباشرة، فنستنتج ما يلي: GB على GA تساوي ماذا؟ نعم جي بي، أعيد، جي بي على جي أ تساوي جي إف على جي أ تساوي بي إف على أ. أعيدها مرة أخرى، جي بي على جي أ تساوي جي إف على جي أ تساوي بي إف على أ. المسافة أ نقدر نحسبوها، انظر المسافة AD عندنا تتساوي 10، يعني من هذه النقطة لهذه النقطة عندنا 10، والمسافة AD تساوي 3. إذا كم تساوي المسافة OA؟ صحيح المسافة OA هي المسافة AD ناقص المسافة AD، أي العدد 7. واضح؟ إذا الآن نعوض كل مسافة بقيمتها فنجد المسافة BF التي نريد. واضح؟ يلا نكتبوا الوراق. إذا نجاوب على السؤال الأول لنحسب المسافة BF، نعتبر المثلث AEG. عندنا المستقيم AD يوازي المستقيم BC، لأن ABCD كما قلنا مربع. ABCD مربع، وحيث أن E تنتمي إلى المستقيم AD و F تنتمي إلى المستقيم BC، فإن المستقيم AE يوازي المستقيم BF، ولدينا B تنتمي إلى المستقيم AG. هنا أجمع شروط تطبيق خاصية طالس المباشرة، و F تنتمي إلى المستقيم AG. إذن حسب خاصية طالس المباشرة فإن GB على جي أ
تساوي جي اف على جي او تساوي اخيرا بف على أ. اي جي بي قلنا تساوي 3 والجي ا تساوي 13 اي 10 زائد 3. جي اف هذه القيمة لا نعرفها، كذلك لا نعرف جي او، ولكن مع ذلك لا نحتاج اليهما. تساوي بي اف على ا او، ا او قلنا قبل لحظات تساوي 10 ناقص 3 اي 7. إذا نستخرج الآن من هذه العلاقة الرياضية المعادلة التالية: ب إف على 7 تساوي 3 على 13، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، أي 13 ب إف تساوي 7 في 3 أي 21، وأخيرا ب إف تساوي 21 على 13. متفقين؟ وهكذا توصلنا إلى حساب المسافة BF. نمر الآن إلى حساب BF بدلالة A في السؤال الثاني الذي يقول D تساوي BG تساوي A صغيرة. لنحسب BF بدلالة A نعلم أن GB على GA تساوي GF على GE تساوي BF على AE. ثم سنعوض. قبل عملية التعويض غادي نعاودو نرجعو للشكل. نفس السؤال التالي عطاونا المسافة جي بي تساوي أ صغيرة وتتساوي المسافة أو دي اللي هي أيضا أ صغيرة. غادي وعطاونا المسافة أ بي تساوي 10. متفقين؟ إذا المسافة AG من هنا حتى لهنا هي 10 زائد A. متفقين؟ المسافة AD تساوي 10. إذا المسافة OA هي 10 ناقص A. إذا انتبه مزيان، المسافة جي أ هي 10 زائد أ، المسافة جي أ هي 10 زائد أ، والمسافة أو أ هي 10 ناقص أ، وهذا ما سنقوم به بعد عملية التعويض. إذا جي بي قلنا هي القيمة أ، جي أ هي 10 زائد أ أو أ زائد 10 بحال بحال، تساوي جي اف على جي او تساوي بي اف على ا او، والمسافة ا او كما قلنا هي 10 ناقص ا، ومنه فإن بي اف على 10 ناقص ا تساوي A على 10 زائد A. ثم إذا شئت جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، أي 10 زائد A بين قوسين في BF تساوي A عامل ل 10 ناقص A. متفقين؟ ثم نعطي النتيجة النهائية BF تساوي، يلا ماذا سنكتب؟ نعم A عامل لعشرة ناقص A على 10 زائد A. وهكذا توصلنا إلى كتابة المسافة BF بدلالة A. كتبنا المسافة BF بدلالة A، بمعنى إذا كنا نعرف قيمة A فإننا نعرف قيمة BF. نجرب هذه النتيجة على السؤال الأول. السؤال الأول قيل لنا أن A يساوي 3، إذن غادي نعوضو أ ب 3، بتولي هنا 10 ناقص 3 هي 7، وهنا عندنا أ تساوي 3 هي 7 في 3 أي 21 على
10 زائد أ أي 10 زائد 3 اللي هو العدد 13، أي 21 على 13. وكما ترى نفس النتيجة اللي وجدنا في السؤال الأول، هذا إذا عوضنا أ بالعدد 3. انتهى هذا التمرين من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.